معنا عبر سكايب من حمص الناشط الإعلامي محمد الحمصي. مرحبا بك معنا محمد. تفاصيل الاتفاق اليوم، اتفاق الهدنة في الريف الحمصي الذي ترعاه روسيا، من الذين خرجوا، الأعداد، وما لديك من تفاصيل حول هذا الاتفاق؟ أطيب التحيات لك أخي الكريم ولجميع المشاهدين الكرام. يبدو أن هناك التباس بعض الشيء في مفهوم الاتفاق الذي حصل في ريف حمص الشمالي. فالاتفاق الذي حصل في ريف حمص الشمالي لا يشمل أبدا خروج لأي مقاتلين، إنما هو متعلق بالقرارين رقم 2254 و2118 الذين صدروا عن مجلس الأمن ومقررات جنيف في 2015 في بداية كانون الثاني. إذن هو وقف لإطلاق النار. نعم. فقط وقف للتصعيد. نعم، هو وقف للتصعيد وادخال المواد الغذائيه، ولو سمحت لي ببعض ساذكر رؤوس اقلام منها ايضا. تفضل. منع سيكون هناك شرطه روسيه ايضا ابتداء من الغد مؤلفه من حاجزين او ثلاثه على الجبهات الساخنه. الاتفاق يشمل جميع انحاء ريف حمص الشمالي ابتداء من اقصى الشرق في قريه ديرفول انتهاء باقصى الغرب في قريه طليف، وايضا سيكون هناك قوات فصل من قبل الشرطه الروسيه وقوات النظام ستكون موجوده غدا في 40 عنصر لكل حاجز، وضابط روسي وايضا بعض الضباط السوريين. ومن المفترض وليس اكيد ان يكون هناك عناصر للمعارضه ايضا متواجدين على خطوط الصراع. يمنع التقدم او التراجع في هذه الخطوط، يحتفظ كلا الطرفين باسلحتهما ويسمح للمنظمات الاغاثيه والانسانيه وايضا المواد التجاريه والعمل في الريف الشمالي لمحافظه حمص. هذا الاتفاق عقد بعد 14 ساعه متواصله من المفاوضات التي جرت البارحة في القاهرة، استمرت لوقت طويل جدا. انبثق عن هذا الاتفاق، كنا البارحة نتحدث عن إشاعات عن توقيع هذا الاتفاق ولكنه لم يرى النور سوى اليوم، وبدأ سريانه بحسب الطرفين المتفاوضين في القاهرة ابتداء من 12 من ظهيرة اليوم. نعم محمد، من ضمن شروط الاتفاق وجود الشرطة الروسية لضمان كما جرى الاتفاق وقف لإطلاق النار. ماذا عن الميليشيات الباقية التي يعني تقاتل في صف النظام؟ هل هناك أي شرط لانسحابها؟ هل معلومات حتى الآن ربما تتيح لكم معرفة تفاصيل عن مدى يعني إمكانية خروجها من المناطق في ريف حمص، أم أنها باقية في المناطق التي تسيطر عليها أو مناطق تمركزها؟ نعم، وضحت الصورة. في هذا السياق أريد أن أقول شيء. المنطقة الجغرافية في ريف حمص الشمالي، تحدثنا عن حمص بشكل عام، فهي ممتزجة ومختلطة كثيرا. فالميليشيات ليست فقط هي من الذين أتوا من الخارج، هناك ميليشيات طائفية أيضا تدعم من أتوا من الخارج، هي بالأصل تقتن هذه القرى. فالشرطة الروسية ستكون الفاصلة بين هؤلاء القرى. هناك 84 قرية بينها موالية ومعارضة وخطوط تماس مباشرة مع القرى التي تحتضن هذه الميليشيات. ستكون الشرطة الروسية الفاصل بينهما حتى لا يتم الاعتداء بشكل خارج عن إرادة مثلا النظام أو غيره. إن تحدثنا عن حكومة النظام والجيش بشكل عام، هناك ميليشيات أيضا لا تتبع النظام تقاتل بشكل فردي كلواء الرضا الشيعي وأيضا لواء الفاطميين وغيرها من الألوية التي أتت من لبنان والعراق. هناك الشرطة الروسية كما نعم ستكون حقرة لهذه الصراعات. وهناك أيضا موضوع مهم هو موضوع جبهة النصرة الأحرار أعطوا فرصة محمد. سأكتفي بهذا القدر. الصوت يعني بدأ يتقطع وغير واضح. شكرا جزيلا لك محمد الحمصي الناشط الإعلامي، كنت معنا مباشرة عبر سكايب من حمص.